حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا. أحب الله جل علاه، ومن حبي له أخشى. حياتي كلها لله، حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا. حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا. أحب الله جل علاه، ومن حبي له أخشى. حياتي كلها لله، أصون النفس أحميها، بنور الله أهديها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمرحبا بكم في لقائنا الثاني في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن نتحدث عن دلائل محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصل عظيم من أصول الدين، كما ظهر لنا من النصوص الشرعية التي ذكرناها في درس الأمس لمن كان حاضرا معنا. وهذه المحبة وإن كانت عملا قلبيا، إلا أن لها آثارا ودلائل تظهر في السلوك والأفعال، يتميز بها الصادق من المدعي، والمتبع من المبتدع. ولذلك سنبين الآن هذه الدلائل التي إن وجدت في سلوك الإنسان وفي أفعاله دلت على صدق محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الدلائل في الحقيقة هي النصرة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا لابد وأن نفرق بين المظاهرات التي تحدث سواء في العالم الغربي أو في العالم الإسلامي لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد أن نعلم أن المظاهرات هي وسيلة من وسائل التعبير، وليست وسيلة من وسائل التغيير. يعني المظاهرات لا تغير شيء، وإنما نعبر بها فقط يعني. وهذا التعبير يعني اعتادت عليه الحكومات العربية والحكومات الإسلامية، فنادرا ما تغير المظاهرات في شيء. لكن النصرة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي في الأمور التي سنبينها الآن. وأولى هذه الأمور تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. فمن مقتضى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والشهادة بأنه رسول الله تصديقه في كل ما أخبر به، والإيمان بعصمته فيما يبلغه عن ربه عز وجل. قال ربنا سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن خالف ذلك وكذب بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعضه أو شك فيه، فقد جاء بما ينقض هذه الشهادة وسلك سبيل أهل الكفر والعناد. والمؤمن يصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رسول من عند الله، ويصدقه فيما يخبر به من عند الله وفيما يأتي به من أحكام، ويكون حاله في ذلك حال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حنذكر موقفين من مواقف الصحابة وهي كثيرة، ولكن حنقتصر على ذكر موقفين يعني نبين فيهما كيف أن الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم كانوا يصدقون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يخبر به على الفور. هذا الموقف الأول اللي هو رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه بينما راع في غنمه: عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها، فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع ليس لها راع غيري. يعني الذئب تكلم مع الرجل، تكلم يعني كأنه بيتكلم مع إيه، ما كأذيب أصبح يعني أصبح يعني يتكلم بالكلام الذي يفهمه هذا الرجل. وده وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، يعني وضع عليها أحمال يعني، فالتفتت إليه فكلمته فقالت: إني لم أخلق لهذا. البقرة كلمته وقالت له: إني لم أخلق لهذا، ولكني خلقت للحرث، يعني عملية الزراعة إلى آخره. فقال الناس: سبحان الله، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما بيقول هذا للصحابة، فالناس قالوا: سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب. يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عن أبي بكر أنه يؤمن بهذا، وعمر بن الخطاب يؤمن أيضا بهذا.
بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده ثقة كاملة في إيمان أبي بكر وفي إيمان عمر فيما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني يعرفه معظمنا اللي هو ما حدث من آثار الإسراء والمعراج. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه. يعني تخيل أن فيه ناس ارتدت عن الإسلام وعن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العليا. يعني لم تصدق عقولهم هذه الأمور رغم أنهم مؤمنين بالنبي وكفروا به وارتدوا عن الإيه؟ عن الإسلام. وسمعوا بذلك إلى أبي بكر. فيه ناس معادل الرسول يعني جاءوا لأبي بكر بيقولوا له: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ فقال لهم أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. يعني سيدنا أبو بكر أصلا لم يسمع الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس راح ذهبوا إليه بيقولوا له يعني تخيل يعني هذا الأمر، صاحبك يزعم أنه أسري، تعرف يعني أسري لكي يذهب الإنسان إلى بيت المقدس من مكة يعني فيها شهر في الذهاب وشهر في الرجوع، يعني كده أندات رتورنا شهرين، ومع ذلك لما بيقول أبو بكر على أساس بقى أن أبو بكر يعني حيستنكر على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ويأتي إليه ويقول له: كيف تقول هذا الكلام؟ فقال لهم أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. فقال: إن كان قال ذلك لقد صدق، طالما أنه يعني لو لم أنكم يعني لا تدعون عليه وهو فعلا قال هذا الكلام فقد صدق في كلام. فقالوا له: يا أبا بكر، أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ويرجع قبل الصباح؟ قال: نعم، إني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة، ده أنا أصدقه لما بيقول نزل علي الوحي وقال لي كذا وكذا، والوحي والسماء يعني أبعد من يعني ده موضوع بيت المقدس، ده موضوع إيه سهل يعني بالنسبة لإيه للمقارنة بين الأرض وبين الإيه وبين السماء. فبيقول لهم: ده أنا أصدقه فيما هو أكثر من ذلك، أصدقه في الإيه في خبر السماء. فلذلك سمي أبو بكر الصديق. شوف يعني الصديق جاءت من إيه؟ من تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر إنه اسمه أصلا عبد الله بن أبي قحافة، فأبو بكر هذه كنيته، يقال لأنه بكر في الدخول إلى الإسلام لأنه كان أول من آمن من الرجال. والصديق على ده لقب، أبو بكر كنية والصديق لقب، على أساس أنه إيه يعني يصدق النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة. ولكن كان أبو بكر رضي الله عنه كما يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اتخذت خليلا لاتخذت أبا بكر إيه خليلا. يبقى إذن معنى ذلك، وهذا الحديث الذي ذكرناه الآن رواه الإمام الحاكم في المستدرك بسند صحيح، فعلى كل من دلائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما إيه فيما أخبر به. الأمر الثاني من دلائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه من أقوى الدلائل على صدق الحب، وبدون هذه الطاعة والموافقة فإن الحب دعوة كاذبة. فالاتباع هو دليل المحبة الأول، بل كلما عظم الحب زادت الطاعة له صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا كان الله عز وجل قد جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على حبه سبحانه، فهو من باب أولى دليل على حب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: وهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول ابن كثير: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته
وانتظاره الفرج من ربه عز وجل. إذن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والتمسك بسنته واتباع أقواله وأفعاله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه من أعظم دلائل محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق القائل: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الأمر الثالث من صدق محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعظيمه وتوقيره والتأدب معه، التعظيم والتوقير، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فآية أخرى قل الله سبحانه وتعالى: تعزروه وتوقروه. فمن دلائل المحبة النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم والتوقير والأدب معه بما يقتضيه مقام النبوة والرسالة من كمال الأدب وتمام التوقير، وهو من أعظم دلائل حب النبي صلى الله عليه وسلم ومن آكد حقوق النبي على أمته. يقول الله سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالتسبيح لله عز وجل والتعزير والتوقير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بمعنى التعظيم. يعني كلمة التعزير يعني اسم جامع لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأييد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنعه من كل ما يؤذيه. ده معنى التعزير، يعني اللي هو نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما يؤذيه. الكلمة الثانية اللي هي وتوقروه. التوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمئنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. يعني كلمة التوقير دي من الايه؟ من الوقار والاحترام والتقدير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب ايه هي مظاهر توقير النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من مظاهر توقير النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم رفع الصوت فوق صوته، كما قال الله سبحانه وتعالى في بداية سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن ذلك الأدب في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم بترك اللغط ورفع الصوت. روى الإمام البخاري أن عمر رضي الله عنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ارتفعت أصواتهما، فجاء فقال: أتدريان أين أنتما؟ يعني أنتم عارفين أنتم فين؟ ثم قال لهما: من أين أنتما؟ قال من هما الاثنين، يعني جاوب عمر بن الخطاب قال: من أهل الطائف، يعني ليس من أهل المدينة وإنما من أهل الطائف. فقال لهما عمر: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، لأوجعتكما إيه؟ ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني فين الأدب والتوقير والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أيضا التأدب عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألا يذكر باسمه مجردا، يعني ما نقولش محمد هكذا، وإنما يذكر بالنبوة والرسالة التي شرفه الله سبحانه وتعالى بها، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أنت لما بتدعي واحد أو بتنادي عليه تقول له محمد أحمد فلان، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يا رسول الله أو يا نبي الله وهكذا. حينما يقول الله سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تجعلوا دعاءكم الرسول كدعاء بعضكم بعضا، بل إذا دعوتموه فوقروه وادعوه بما شرفه الله به من النبوة والرسالة كأن تقولوا يا نبي الله أو يا رسول الله. أيضا توقير حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتأدب عند سماعه. يعني لما بنسمع الآن أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبقى لابد من تعظيمها وتوقيرها والتأدب عند إيه؟ عند سماعها، وعدم الانشغال بأي شيء عند الاستماع لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعند دراسة أحاديث النبي وعند الحديث عن النبي أو عن سيرته. هذا أيضا من باب التعظيم والتوقير والنصر الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أسامة ابن شريك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير.
يعني الصحابة كده جالسين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شوف السكينة والوقار والطمأنينة، كأن على رؤوسهم الايه الطير. تخيل ان في مثلا في حمامة كده ولا شيء فوق الايه او عصفور فوق رأس الانسان، وهو لا يريد ان يتحرك حتى لا يتحرك الطير الذي ايه الذي فوق رأس، من شدة الايه الوقار والسكينة على الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم حينما يجلسون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على إجلالهم وتوقيرهم رضوان الله عليهم مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا كان سلف الأمة وعلماؤها في إجلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأبت الأعناق وشخصت الأبصار وأصغت الأسماع، لا انصراف ولا التفات ولا تحرك، بل احترام وإجلال لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أرادوا التحديث أو السماع، يعني العالم حينما يحدث أو طالب علم حينما يهيئ نفسه للاستماع لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهيأوا لهذا الأمر بما يدل على إجلالهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يروى في ذلك عن الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، كان إذا أراد أن يخرج يحدث يتوضأ وضوءه للصلاة، ويلبس أحسن ثيابه، ويلبس قلنسوة على رأسه، ويمشط لحيته. فقيل له في ذلك فقال أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يعني كأنه خارج ليوم عيد، يلبس أحسن الثياب ويغتسل ويتوضأ وضوءه للصلاة ويمتشط ويلبس أحسن ملابسه. طب لماذا كل ذلك رغم أنه يجلس بين طلبة علمه؟ يقول لا، التأدب ليس مع طلبة العلم، وإنما هو مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به للناس. وذكر لسعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجلسوني فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله وأنا مضطجع. يعني هو كان مضطجع هكذا، وبعدين بيتذكر معه حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم لا، خليني بس أجلس احتراما وتقديرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر عن مالك أنه سئل عن أيوب السختياني فقال ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. قال وحج حجتين فكنت أرمقه فلا أسمع منه غير أنه كان، اللي هو أيوب هذا الإمام مالك بيقول عنه، إذا أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى، لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى أرحمه. فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه، يعني أخذ عنه العلم وأخذ عنه الحديث. وقال مصعب بن عبد الله كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك فقال لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون. يعني بيقولون ده يعني عملية تغير لوني هذا من يعني من شدة التوقير لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت انحنائي احتراما وتوقيرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يساوي شيء في العلماء الذين تتلمست عليهم. وبعدين ذكر لهم بعضا من مما رآه من العلماء السابقين، بيقول لهم لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصفر لونه. يعني شوف الإمام مالك بقى بيحدث عن مشايخه وعلمائه الذين يعني أخذ على أيديهم، يقول أنا رأيت محمد بن المنكدر لا يكاد نسأله عن حديث إلا ويبكي حتى نرحمه من البكاء. وجعفر بن محمد رغم أنه كان كثير الدعابة والمزاح والتبسم، بس لما يذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفر لونه، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال، إما مصليا وإما صامتا وإما يقرأ القرآن، إما بيصلي وإما ساكت يتفكر يعني، وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله. وما زال حديث الإمام مالك عن العلماء، وبيقول ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هؤلاء العلماء
يعني لما بيتغير لونهم مهابة وتقديرا وتعظيما، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ليس جالسا معهم وإنما احتراما لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين يقول: ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير، شوف سيدنا الزبير بن العوام ابنه عبد الله بن الزبير حفيده بقى اللي هو عامر، هذا الإمام مالك بيقول: ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهري وكان من أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركه. يعني شفت مظاهر التعظيم والتوقير لحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الصحابة يعني كما ذكرنا الأثر عنهم في البداية أنهم كانوا في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير. والإمام مالك يعني رأينا كيف كان يتغير لون وينحني احتراما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين ذكر مجموعة من المهابات والتعظيم والتوقير لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العلماء والفقهاء الذين رآهم. أيضا من دلائل صدق محبة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتكام إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الشريعة الإسلامية والرجوع إليها عند الاختلاف، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. يقول الإمام ابن كثير: أطيعوا الله يعني اتبعوا كتابه، أطيعوا الرسول يعني خذوا بسنته، فذلك أصل من أصول الإيمان، فلا إيمان لمن لم يحتكم إلى شريعته ويسلم تسليما. فلقد أقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه أن إيمان العبد لا يتحقق حتى يرضى بحكم رسول الله في جميع شؤونه وأحواله، وحتى لا يبقى في صدره حرج أو اعتراض على هذا الحكم، كما قال ربنا سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجعل سبحانه وتعالى الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك التحاكم إليها من علامات النفاق، فقال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وأيضا من دلائل صدق محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نشر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدفاع عنها، قال صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يغلبون على ثلاث: أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس السنة. ونعلم الناس ليه السنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأيضا من دلائل محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصدق محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حب ما يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأقوال والأفعال والأشخاص، فيحب المسلم الصحابة من المهاجرين والأنصار، ويحب الكتاب الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحب السنة والعاملين بها من السلف السابقين والأئمة التالين، ويبغض من أبغضهم وعاداهم. يقول الإمام ابن رجب عليه رحمة الله: المحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. يعني الشيء الذي يحبه النبي تحبه، الشيء الذي يبغضه النبي تبغضه، ده من دلائل محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من دلائل صدق محبة المسلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإكثار من ذكره والصلاة والثناء عليه، فمن أحب إنسانا أكثر من ذكره والثناء عليه. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: كلما أكثر من ذكر المحبوب
واستحضار في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجليبة لحبه، تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه. وانت يعني لابد أن تعرف هذا من نفسك، يعني إذا أحببت إنسان أنت تكسر الحديث عنه، فإذا كانت محبتك صادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت تكثر من ذكره صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة والسلام عليه، ومن ذكره صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليه كما أمرنا الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وفي حديث أبي بن كعب قال: كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، يا أيها الناس اذكروا الله، يا أيها الناس اذكروا الله. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك منها؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله أجعلها كلها لك. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مهم في الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه أن الإكثار من الصلاة والتسليم عليه سبب من أهم الأسباب التي من خلالها يفرج الله عز وجل الهموم والكروبات عن الإنسان، ويغفر الله عز وجل بسببه الذنوب التي سبق وارتكبها المسلم. إذن في زمان كثرت فيه الهموم وكثرت فيه الكروبات ولا مفرج لها إلا الله سبحانه وتعالى، وكثرت فيه ذنوب الإنسان، فعلى المسلم أن يستمسك بكثرة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مولاي صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا القدر، وبعد ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى نواصل حديثنا في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا وبارك لنا في أرزاقنا، واجعل جمعنا مرحومة وتفرقنا من بعده معصومة، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.